أجلتي الكويتية تعتزم المساهمة في توزيع لقاح كورونا. وفي مصر إلى من تؤول عمليات بنك بلوم اللبناني بعد خروج بنك دبي الإمارات الوطني من المنافسة. أهلا وسهلا بكم إلى الأسواق العربية. أنا لارا حبيب. نبدأ من الكويت، حيث تجري شركة أجيليتي للخدمات اللوجستية محادثات مع الشركات المنتجة للقاح كورونا والحكومات، وذلك للمساهمة في توزيع لقاح كورونا عند جهوزيته. وقالت الشركة إنها تمتلك البنى التحتية في أكثر من 120 دولة، ولديها القدرة على توزيع اللقاح لا سيما في الأسواق الناشئة. وفي لقاء مع العربية خلال الأسبوع الماضي، قال طارق السلطان الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي الكويتية إن التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا هو خبر إيجابي بالنسبة للاقتصاد العالمي، وإن كانت عملية نقل وتوصيل اللقاح ستكون مكلفة وتحتاج للكثير من الاستعدادات اللوجستية. وأضاف طارق سلطان أن عملية توصيل اللقاح قد يستغرق وقتا طويلا وإمكانيات ضخمة لتوصيله لأصحاب الحاجة. سهم أجيليتي آخر سعر له عند 645 فلس. ونظرة على المؤشرات الكويتية مشاهدينا، مؤشر الكويت الأول كان متراجع خلال الجلسة، لاحظوا الارتفاعات 13%. الكويت العام أيضا كان متراجع ولكن عاد ليسجل ارتفاعات بسبب مكاسب الكويت الأول. إلى مصر، حيث تجددت أخبار مفاوضات بنك بلوم اللبناني لبيع وحدته المصرية بلوم مصر، وسط أنباء عن خروج بنك الإمارات دبي الوطني من المنافسة على الصفقة. ومشاهدينا، للمزيد حول هذه الصفقة تنضم إلينا مباشرة من القاهرة زميلة فهيمة زايد مراسلة العربية. فهيمة أهلا وسهلا بك. يعني أكيد الحديث كان مؤخرا أنه بلوم ينوي بيع وحدته بمصر لأنه هو بحاجة بالطبع إلى الكاش لرفع رأس ماله بسبب أزمة القطاع المصرفي اللبناني، وكان في الكثير من الحديث حول بنوك مهتمة بشراء وحدة البنك اللبناني في مصر. ما هي آخر مستجدات هذه الصفقة؟ ما هي الأسماء المحتملة؟ بالفعل لورا، مع بداية بنك لبنان والمهجر وإعلانه عن رغبته في بيع وحدته في مصر، اتجهت الأنظار على طول لبنك الإمارات دبي الوطني، أول بنك أعلن عن رغبته في شراء وحدة بنك بلوم في مصر. وفعلا بالفعل بدأ من أغسطس في إجراءات الفحص النافي للجهالة. تلاه بنك اي بي سي اللي هو المؤسسة المصرفية العربية، طلب برضو القيام بالفحص النافي للجهالة في شهر سبتمبر الماضي. أكدت مصادر للعربية أن بنك اي بي سي هو الأقرب للاستحواذ على وحدة بلوم في مصر، ويمكن هناك عدة أسباب من وجهة نظر المحللين إلى أن اي بي سي هو الأقرب. اي بي سي يمتلك وحدة في مصر اللي هي اي بي سي مصر، عدد فروعها لا يتجاوز ال 27 فرعا، في حين بنك الإمارات دبي الوطني في مصر يمتلك 74 فرعا. وبالتالي كمان بنك الإمارات دبي الوطني ملتزم بأنه هو يرفع رأس مال البنك الوحدة اللي في مصر من 1,700,000,000 جنيه إلى 5 مليارات جنيه وفقا لقانون البنوك الجديد. وبالتالي وجهة النظر أن المؤسسة المصرفية العربية هو الأقرب إلى الاستحواذ على بنك بلوم مصر. فهيمة، هل ما زال الحديث أنه قيمة الصفقة سوف تتراوح بين 250 إلى 300 مليون دولار؟
هذه هي رؤية المحللين في السوق المصري، أن قيمة الوحدة تتراوح ما بين 250 مليون دولار إلى 300 مليون دولار. قد تزيد قليلا عن ذلك، بعض المحللين وصلوا بيها ل 6.5 مليار جنيه. شكرا لك فهيمة زايد، مراسلة العربية من القاهرة، شكرا جزيلا لك. في السعودية منحت شركة البحر الأحمر للتطوير عقدها الأعلى قيمة حتى الآن إلى اتحاد تقوده شركة أكوا باور لتصميم وبناء وتشغيل ونقل البنى التحتية لمرافق خدمات مشروع البحر الأحمر، الذي من المقرر أن يصبح الوجهة السياحية الأولى في المنطقة التي تعمل بالطاقة المتجددة فقط. وستتضمن الاتفاقية توفير الطاقة المتجددة والمياه الصالحة للشرب وأنظمة تبريد المناطق ل 16 فندق، بالإضافة للمطار الدولي والبنى التحتية التي تتضمنها المرحلة الأولى لمشروع البحر الأحمر. هذا وسيتم توليد الطاقة من خلال ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح لتلبية الطلب الأولي البالغ 210 ميجاوات. كما يشمل العقد تسليم أكبر منشأة لتخزين البطاريات في العالم بقدرة تصل إلى 1000 ميجاوات، مما سيمكن مشروع البحر الأحمر من الاعتماد بالكامل على الطاقة المتجددة. وقعت الشركة السعودية للكهرباء اتفاقية مع الحكومة السعودية ممثلة بوزارة المالية لتحويل صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة التي تقارب 168 مليار ريال إلى أداة مالية ثانوية غير مضمونة بأجل غير محدد قابل للاسترداد وبهامش ربح سنوي يبلغ 4.5%. يستحق دفع هذا المبلغ في حال تقرر توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية. هذه الأداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومصنفة ضمن حقوق المساهمين، وليس لها تأثير على نسبة ملكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها. تتضمن الأداة المالية التي تعادل حوالي 33.4% من إجمالي قيمة أصول السعودية للكهرباء بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2020 القروض الحكومية وصافي الذمم الحكومية الدائنة بعد خصم الذمم الحكومية المدينة القائمة وفقا للقوائم المالية للشركة بنهاية العام المالي 2019. كذلك تلقت الشركة السعودية للكهرباء اعتماد إصلاحات مالية وتنظيمية لقطاع الكهرباء، حيث سيتم إلغاء الرسوم الرسم الحكومي المقر على الشركة اعتبارا من الأول من يناير المقبل، إضافة إلى اعتماد تنظيم إيرادات الشركة وفقا لنموذج الحد الأدنى للتكاليف التشغيلية لتحديد الإيراد المطلوب للعام المالي الجاري، على أن يضمن هذا الإيراد تغطية التكاليف التشغيلية والتمويلية كافة، بما في ذلك توزيع الأرباح المستحقة لجميع المساهمين ومنهم صندوق الاستثمارات العامة. كما سيتم اعتماد تنظيم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء وفق نموذج قاعدة الأصول المنظمة ابتداء من العام المالي المقبل. نظرة على سهم كهرباء السعودية بعد هذه الأخبار، متراجع اليوم 4.5%. وتعتزم شركة أرامكو إصدار سندات بالدولار بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل. ستكون هذه السندات غير مضمونة بأصول، كما سيتم تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين العاملين في مجال الدخل الثابت اعتبارا من اليوم، مع الإشارة إلى أن الإصدار موجه إلى المستثمرين من المؤسسات والحد الأدنى للاكتتاب هو 200,000 دولار. هذا من المتوقع أن يشمل طرح السندات الدولارية عدة استحقاقات لأجل 3 و15 سنة، بالإضافة إلى استحقاقات تصل إلى 30 و50 عام بحسب ظروف السوق. وها هي إذن أسهم أرامكو تراجع اليوم 0.1%. أما أسعار النفط مشاهدينا تسجل ارتفاعات في جلسة اليوم. يوم غد ننتظر اجتماع للجنة الوزارية التي تراقب الانتاج في أوبيك بلس، ونراقب أي إشارات منها حول إعادة النظر بالاتفاق الحالي. ومؤشر السوق إذن متراجع بجلسة اليوم بعد بداية إيجابية، الآن يتراجع ب 0.1%. وقفة مع فاصل، نتابع من بعده في الأسواق العربية. الإنتاج الصناعي الصيني أفضل من المتوقع في أكتوبر.
أهلا وسهلا بكم من جديد. على الرغم من التقلبات الأخيرة في السوق وفوضى الانتخابات في أمريكا وتداعيات كوفيد 19، إلا أن العديد من الشركات الناشئة نتوقع أن تشهد اكتتابات عامة قبل نهاية العام الحالي، آخرها شركة توصيل الطعام الأمريكية دور داش. التفاصيل مع الزميلة سمر المشطة. إليك سمر. شكرا لار. شكرا. قدمت دور داش شركة توصيل الطعام الأمريكية الوثائق اللازمة لطرحها للاكتتاب العام، وتشير التقديرات إلى أن الشركة ستجمع أكثر من ملياري دولار، ما يجعلها واحدة من أكبر الاكتتابات الأولية لهذا العام. تبلغ الحصة السوقية لدور داش في أمريكا نحو 50%، فيما بلغت الحصة السوقية لأوبر 22% وجراب هاب 20%. تضم منصة دور داش أكثر من 390,000 بائع و 18 مليون مستهلك ومليون عامل توصيل. نمت إيراداتها ب 67% على أساس سنوي في 2019، ووصلت إلى 885 مليون دولار، كما قفزت إيراداتها ب 226% خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت 1,920,000,000 دولار. ولكن ما مدى جودة هذه العوائد؟ لا طالما كانت دور داش مثل نظيراتها في خدمة توصيل الطلبات غير مربحة، إذ خسرت أكثر من 400 مليون دولار العام الماضي. ولكن في الأربعة الثلاثة الأولى من عام 2019 حققت الشركة هوامش ربح إجمالية أو gross margins بلغت نحو 40%، وفي نفس الفترة من عام 2020 ارتفع الرقم إلى 53%، وكانت قد حققت أرباحا بقيمة 23 مليون دولار في الربع الثاني من هذا العام، ثم عادت إلى خسارة الأموال في الربع الثالث، إذ أنفقت 290 مليون دولار على المبيعات والتسويق بنسبة 75% أكثر من العام السابق للحفاظ على نمو المبيعات. بعض المحللين متفائلون بشأن استمرار دور داش بجني الأرباح بعد انتشار الوباء، إذ حافظت الشركة على عودة عملائها الجدد، والعملاء الذين طلبوا لأول مرة في 2018 أنفقوا 65% في المتوسط أكثر مما فعلوا في عامهم الأول وفقا للشركة. من الأخبار الجيدة الأخرى للشركة أنه تم الموافقة على الحفاظ على نموذج العقود الذي تعتمده الشركة مع السائقين في عمليات التسليم من خلال اقتراع في كاليفورنيا الأسبوع الماضي. جمعت الشركة ما يقرب من 2.5 مليار دولار على مر 7 سنوات منذ تأسيسها. شركة سيكويا كابيتال تمتلك 18% منها، و 22% لسوفت بانك فيجن فند، و 9% لجي آي سي صندوق الثروة السيادي في سنغافورة، فيما يمتلك المؤسسون توني شو وأندي فانغ وستانلي تانغ نحو 5%. أترككم مع أهم مبادئ عمل الشركة بحسب مؤسسها. ومشاهدينا إذن دعونا الآن ننتقل إلى أسواق الإمارات في جلسة اليوم. دبي وقبل ربع ساعة من نهاية الجلسة عم تسجل ارتفاعات جيدة 1.4% من المكاسب لسوق دبي بدعم أسهم مثل أعمار، وأيضا البنوك لديها ارتفاعات جيدة، ونفس الصورة بأبو ظبي عم نشوف ارتفاعات جيدة في هذه السوق، كذلك الأسهم البنكية من الأسهم الداعمة. وللمزيد ينضم إلينا مباشرة من دبي وليد الخطيب مدير شريك في جلوبال لتداول الأسهم والسندات. وليد أهلا وسهلا بك.
وليد، عم نشوف منذ الإعلان عن لقاح فايزر عم نشوف في شهية وفي بناء مراكز بالأسواق مختلفة، وخاصة بناء مراكز على الشركات اللي ممكن أن تستفيد من مرحلة التعافي الاقتصادي. هل هذا ما نراه برأيك بأسواق الإمارات وتحديدا سوق دبي؟ لأنه نحن بنعرف بأنه دبي هي أكثر يعني مدينة في المنطقة بتعتمد، أو إمارة في المنطقة بتعتمد على السياحة. طبعا اكيد، يعني هو مع وجود بوادر لقاح بالنسبه لجائحه كورونا اكيد له تاثير حيكون على اماره دبي بشكل خاص بحكم الاقبال الشديد من قبل في قطاع السياحه وكذلك الطيران، وبالتالي اذا تم بالفعل استخدام هذا اللقاح وكان ناجح هي حركات استباقيه عم بتتم عندنا على خلفيه هذه الاخبار، وبالتالي سواء فايزر او اي لقاح ثاني ممكن يكون له مفعول وتأثير جيد على تخفيف حدة هذه الجائحة، وبالتالي سينعكس بشكل واضح وقوي. نحن نعلم على إمارة دبي بتركيزها الأساسي على قطاع السياحة، وحتى القطاع العقاري هو يعتمد كمان اعتماد جيد على إقبال السياح ومن يكون لديهم النية للاستثمار في القطاع العقاري، وبالتالي كل قطاعات ستتأثر بشكل إيجابي. نعم، عم نشوف حالة استباقية، عم نشوف حالة من نوع بناء مراكز مالية بالأسواق المحلية. يمكن إحنا عادة بيكون في عندنا حالة من الأوفر رياكت، أو خلينا نسميها ردة فعل سريعة، وقد تكون قوية شوي إنه عملية الدخول السريع على خلفية مثل هذه الأخبار بفترة معينة ممكن يتم عملية جني أرباح إذا كان في ارتفاعات قوية، ومن ثم يعود الوضع إلى ما كان عليه. الفكرة الأساسية إنه بعد إيجاد الحل لهذه الجائحة اليوم سيتم النظر بشكل أدق على أداء الشركات. عم نشوف أداء الشركات، عم نشوف النتائج فيها نعم تأثر قوي بالنسبة لتأثيرات جائحة كورونا على أداء القطاع البنكي والقطاع العقاري وعديد من الشركات، ولكن هذا يؤخذ بعين الاعتبار أكيد، وإن كان هو مرحلة استثنائية بنتائج استثنائية نتيجة الظروف الصعبة اللي بنمر فيها، ولكن سيتم النظر على أو النظر فيما يتعلق بنتائج الربع الرابع وما بعد ذلك، لأنها هي ستكون خلينا نسميها بفول كاباسيتي أو نشاط متكامل أو كامل، وبالتالي سيعطي صورة أوضح عن أداء الشركات. لذلك عم نشوف هذه الشهية جيدة بالأسواق. نعم، اليوم قرار المستثمر بأنه يبقى في هذه العملية وبناء مراكز مالية أو عدم هو سيكون مرتبط في الفترة المقبلة بأداء الشركات وقدرتها على التحمل نتيجة أضرار جائحة كورونا وكيف سيكون وضع الشركات المالية. بغض النظر عن لقاح كورونا، عم نشوف إجراءات تحفيزية عم تقدم عليها أيضا دبي، أذكر منها التغييرات اللي صارت على قانون الأحوال الشخصية، وموضوع آخر هو الجولدن فيزا، الفيزا الذهبية والمرحلة الجديدة، وأشخاص يعني إضافية أصبحوا مؤهلين أنهم ياخذوا هالفيزا. السؤال هنا، إلى أي مدى برأيك هذا يدعم القطاع العقاري بدبي؟ يعني هذا طبعا موضوع مهم جدا، هي جزء من خطة التحفيزية اللي بتقوم فيها حكومة الإمارات بشكل عام وحكومة دبي على حدة وأبو ظبي، من سواء من عمليات وجود الإقامات لفترات أطول، إقامة كان فيه 5 سنوات وأصبح فيه 10 سنوات، سواء فيما يتعلق بتخفيف تخفيض الرسوم على شركات وما ذلك، وكلها خطوات الهدف منها هو كفاءة الاقتصاد وتخفيف الرسوم حتى يكون في مقدرة المقيمين على أرض الدولة إمكانية البقاء والعمل والإنتاج، ومنه بالتالي هو بيساعد على تأثيرهم بشكل قوي بالنسبة للاقتصاد الوطني. أكيد مما لا شك هو كذلك هدف رئيسي منه هو بناء الولاء لفترة أطول بالنسبة للوافدين، وبالتالي يصبح القائم المقيم في الدولة يشعر بالولاء وأنه مع إقامة لفترة أطول، وبالتالي يصبح لديه خطط استراتيجية أفضل سواء في موضوع الاستثمار بالقطاع العقاري أو حتى الاستثمار بالشركات وما إلى ذلك. كلها خطوات تحفيزية أكيد جيدة ستصب في مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام، ولكنها بحاجة إلى فترة حتى نشوف نتائجها
وتأثيرها على الاقتصاد بشكل واضح. شكرا لك وليد الخطيب مدير شريك في جلوبال لتداول الأسهم والسندات، شكرا جزيلا لك. في الصين سجل الإنتاج الصناعي والاستثمار معدلات نمو قوية خلال شهر أكتوبر في استمرار لإشارات تعافي الاقتصاد الصيني من تداعيات أزمة كورونا، ونمى الإنتاج الصناعي ب 7% الشهر الماضي ليفوق التوقعات البالغة 6.5%. ساهمت حزم التحفيز الحكومية في دعم الاستثمارات وقطاع الصناعة، كما عادت معدلات النمو في قطاع الخدمات ومبيعات التجزئة إلى مستويات ما قبل الجائحة. مشاهدينا، للمزيد حول تداولات الأسواق العالمية تنضم إلينا مباشرة من لندن الزميلة كارينا كامل مراسلة العربية. كارينا أهلا وسهلا بك. الزخم يبدو بأنه مستمر في الأسواق العالمية، الزخم الذي بدأ منذ الإعلان من فايزر وبايونتك عن نجاح لقاح كورونا بنسبة 90%. إلى أي مدى هذه الأرقام الآن الإيجابية من الصين كذلك تدعم الأسواق، أسواق الأسهم والسلع؟ مكاسب قوية منذ صباح بالفعل لارا، مدعومة إلى حد كبير بالإيجابية المستمرة من الإعلان عن اللقاح. واليوم حتى هنا في المملكة المتحدة شركة جانسن البلجيكية تحدثت عن بدء تجارب موسعة أيضا للقاح آخر، فهناك المزيد من الإيجابية حول هذا الأمر وبيانات إيجابية صادرة من الصين أنت ذكرتيها. وأيضا في اليابان كان في نمو قوي جدا، يعني مؤشر MSCI للأسهم الآسيوية يتداول اليوم عند أعلى مستوى له منذ عام 87 من القرن الماضي. الأسهم الأوروبية أيضا كانت لها بداية إيجابية واليوم تقترب من أعلى مستويات لها في 9 شهور. أنت تحدثتي عن الأرقام المتعلقة بالإنتاج الصناعي في الصين، مبيعات التجزئة، حتى مبيعات السيارات والاستثمار في القطاع العقاري أيضا جاءت قوية في الصين، 12.7% نمو في الاستثمارات العقارية في الصين. في اليابان الاقتصاد نما بقوة في الربع الثالث من السنة الجارية، 21.4 نقاط مستوى النمو في اليابان في الربع الثالث، وتوقيع هذه الاتفاقية الإقليمية الآسيوية التي جمعت 15 دولة أوروبية، أول اتفاق من نوعه يجمع بين الصين واليابان. نعم. يشمل أيضا سنغافورة وتايلاند وغيرها من الدول الآسيوية، فكل هذا أعطى إيجابية قوية للأسواق وتحسن واضح في شهة أخذ المخاطر. شكرا جزيلا لك كارينا كامل مراسلة العربية. مشاهدينا، مع كارينا نصل لنهاية الأسواق العربية. دائما تابعونا على تويتر على العربية _BN، وزوروا موقعنا على الإنترنت العربية.net/الأسواق. أعود معكم بعد نصف ساعة في غداء عمل. إلى اللقاء.